انا مهاجره مغربيه كنعيش في فرنسا، جيت على اثر هذا الخبر اللي نزلني كنجري، خليت ولادي في فرنسا لانه العقار ديالنا بغى يمشي. بدا مساله بسيطه، انا واحد السيد في حياه الوالد الله يرحمه مشى لعنده قال لي بغيت نكري عندك، قال لي خصك توفر فيك الشروط نتاع الكراء. ايفيكتيفمون هذاك السيد ما جابش الشروط ديال الكراء، يعني الوالد ديالي داز لحاجه اخرى. جا حاول يدخل المحل ويصبغ ويتردد عليه مرارا وتكرارا، كيتردد عليه يعني بحال الى بخي لابيتود، يبدا تيدخل ويخرج ويمشي ويجي، وجاب جهود لانه هذوك اللي كيصبغوا اللي كيسميتو كل نوبه كيجيب شي حد، ممكن يجيب حتى مهندس اشنو بغى يريب ليه اشنو بغى يحط ليه. جا الاخ ديالي، جا خالد خرجوا من المحل لانه دخل شي محل اللي ماشي ديالو، خرجوا ما كنقولوا الهجم راه عرفتوا، خرجوا من المحل. هذه هي الخطا اللي دار، انه تصرف من تلقاء نفسه، كيدافع على الوالد ديالو اللي كان مريض في 2015 كان مريض. نسولك سؤال، واش هذيك الوقيته اللي كيدوي على هذا السيد هذا، واش هذا خالد هذا واش كانت عنده شي حاجه في العماره؟ لا ما كانت عنده حتى حاجه، لان الملك راه تيتر وبسميه الحاج حميد الله يرحمه، كانت في حياته في 2016 باقي حي باقي حي، ما كيتسال حتى حاجه، ما كيتسالش حتى حاجه، لانه هذا السيد بدا كيدير هاد الدعاوي حتى توفى الوالد ديالي. ما كاين حتى عقد، ما كاين حتى عقد، وكنقولوا بان العقد شريعه المتعاقدين. يجيب لنا هاد السيد شي حاجه ما يثبتوا بان هاد السيد راه كان تعاقد مع الوالد ديالي، وما حتى خالد ما عنده حتى حق انه يتعاقد معاه، لانه ما عنده حتى شي صفه، ما موكل ما التيتر ما ديالوش ديال الحاج حميد الله يرحمه. وحتى توفى ودرنا الملكيه في 2017 دوزنا الاسم ديالنا كورثه. وخالد واحد فزت سعود، رسالتي للمسؤولين هو ان اعاده التحقيق في هذا الملف، وبغينا الانصاف ديال ولاد الحاج حميد المرحوم المقاوم اللي عطى حياته للبلاد. وكنعتذر لك شويه معصب، الحاله اللي وقع اليوم هو هاد العماره هذه بناها الوالد عندي مده 30 سنه باش يسكن فيها ولادو ويسكن فيها الاحفاد ديالو، وغادي توفى الحاج حميد زريكم المقاوم، غادي توفى في شهر 12 2016، وفي هذاك التاريخ غادي يجي عندنا واحد السيد هو وعون قضائي، وغادي يقول لك بان صدر واحد الحكم تنفيذي بوعد، لان شي خويا وعدو انه يكري ليه، وهذا وبنا هذا الحكم على هذاك الوعد، وخرجوا هذه الوثيقه التنفيذيه. اليوم تيجي مفوض قضائي وتيجي هذاك السيد ويهجموا على العماره على اساس انه يبدلوا لها السوارت ويدخلوا هذاك السيد، مع ان العماره كلها عامره، فيها ولادنا، فيها بعض الكرايه اللي هما انتم تتشوفوا دابا تلاحظوها كرايه، واللي هذوك الكرايه حنا هما باش نعيشوا حنا كاولاد ديال المرحوم. واليوم هما دخلوا لنا هنايا وتيحاولوا، مع اننا تنحترموا القانون وتنحترموا كل ما اصدرته المحكمه، انما تنعتبروا بانه ظلم، وظلم جائر في حق الورثه ديال الحاج حميد زريكم، اللي خلى الكثير الكثير على قبل هذه البلاد.